عقوبة الإعدام حرام أم لا؟ ولو كانت لا فلماذا لم يقتل قايين؟ عقوبة الإعدام ربنا تكلم عنها في الإصحاح التاسع من سفر التكوين بعد الرسو وفلك نوح. فمن ضمن الكلام اللي قاله سافك دم الإنسان بيد الإنسان يسفك دمه. هذه معناها أن اللي يقتل ممكن تكون عقوبته في القتل إنه يموت أيضا. يقول له إن كانت لا فلماذا لم يقتل قايين؟ دي كانت بدء البشرية، وفي بدء البشرية لو لقينا عندنا غير قابيل وقايين، وقابيل يتقتل وسط قايين وقايين يتقتل، وبعدين هنلاقي بشر منين؟ هيجوا منين؟ يعني كانت لسه الحكاية ما ظهرتش بتاعت حكم الإعدام، لأن خطية قايين في الإصحاح الرابع والتصريح بقتل الشخص الذي يقتل نفسه في الإصحاح التاسع، يعني بعد كده